أهلا بكم في النشرة الرياضية. تحتضن صالة اتحاد الطائرة في الساعة 7 مساء والساعة 7:15 مساء ثاني نهائيات دوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة، والذي سيجمع الأهلي بالمحرق، إذ سيسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الثاني حتى يتزين باللقب الأول له في سماء كرة الطائرة البحرينية، فيما يطمح المحرق لتحقيق انتصار يؤجل من خلاله الحسم للمباراة الفاصلة. 33-31. تعود في 7 مساء اليوم عجلة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إذ ستكون العودة بمباريات الجولة 17، حيث يخيم صراع الهبوط على مباراتي اليوم، إذ سيلتقي الملكية مع النجم على استاد مدينة خليفة الرياضية، فيما يلتقي الحالة مع الشباب على استاد النادي الأهلي.